قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. ترأس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا استثنائيا للفريق السياسي الذي يضم هيئة المستشارين والوزراء المعنيين بحضور نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر. وفي الاجتماع أكد فخامة الرئيس على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار لقضايا وطنية يدعمها الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي من خلال دعم الشرعية الدستورية وإدانة تمرد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال فخامة الرئيس: قضيتنا واضحة، والمجتمع الدولي داعم ومساند لخطوتنا باعتبارهم شركاء اليمن في خياره السلمي عبر عملية التحول السياسي منذ العام 2011 من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كل مكونات شعبنا اليمني، والتأكيد على تنفيذ القرار الأممي رقم 2216. وأكد على أهمية تمكين وتعزيز علاقات المنظومة السياسية كاملة على قاعدة الهدف الأساسي في هذه المرحلة الرامية لاستعادة الدولة ومرجعياتها في ذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور والقرار الأممي 2216 وإعلان الرياض، فضلا عن تفعيل عمل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار واستحضار مخرجاته. وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي تقريرا موجزا عن طبيعة زياراته الخارجية ولقاءاته المثمرة لفضح جرائم الميليشيا الانقلابية واعتدائها المتكرر وتسويفها ومماطلتها في تنفيذ القرارات الدولية. ورحب الاجتماع بمواقف المجتمع الدولي الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية من خلال القرارات الأممية ذات الصلة وآخرها القرار 2216. وجرى في الاجتماع مناقشة عدد من التقارير الخاصة بالشأن الداخلي على الصعيد السياسي والإعلامي بما يعزز من الأداء وخلق حالة التكامل وتعزيز التفاعل المجتمعي. حضر الاجتماع نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي. قال فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أنه لولا عاصفة الحزم لسقط اليمن في 4 أيام وأصبحت اليمن إيرانية. وأضاف: هذا الكلام قلته في العام 2012 للملك عبد الله، إذا لم نتفق نحن وأنتم والأمريكان وندك الدبابات والمدفعية والألوية التي استولى عليها الحوثي وكانت بيد الأحمر، فسيأتي يوم ويدخل الحوثي وصنعاء وستستقبله صنعاء. وأكد أن اللاعب الأساسي في سقوط صنعاء كان علي عبد الله الصالح وأولاده، قائلا: هم من يقف وراء التحالف مع الحوثيين إذا اتفقوا على 10 نقاط، أبرزها أن يكون عبد الملك الحوثي المرجع الديني لليمن، وأن يكون أحمد علي عبد الله صالح المرجع السياسي، واغتيالي كرئيس للدولة حتى تنتهي المبادرة الخليجية، واعتماد التجربة الإيرانية كمرجع للحكم في اليمن، على أن تدعم إيران الاقتصاد اليمني. وأشار إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لم يقدم شيئا، موضحا أن المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر هو من فرض للحوثي الدخول في الحوار، لأن الحوثي لم يوقع على المبادرة الخليجية ولم يعترف بالقرارات الأممية، وأعطاه بن عمر أكثر من أي حزب موجود في الحوار. وأكد رئيس الجمهورية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعد القضاء على الحوثيين وعلي عبد الله صالح. ناقش نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح مع محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي وقائد المنطقة العسكرية 4 لواء أحمد سيف ومدير الأمن العميد شلال شائع تفاصيل الملف الأمني والعسكري والخدمي بمحافظة عدن. وخلال اللقاء طلع نائب الرئيس على موجز للحالة الأمنية الراهنة واستمع إلى تقرير
على التحديات التي تواجه الجهاز الأمني للقيام بمهامه في السيطرة على الوضع الأمني، وشدد نائب الرئيس على ضرورة التعامل بحزم مع الجماعات المنحرفة والتخريبية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار. كما جرى مناقشة مجموعة من القضايا الخاصة بتعزيز الوضع الأمني والانتقال إلى مرحلة العمل الجدي من كل أطراف المجتمع، ودعا الاجتماع أبناء عدن إلى ضرورة تضافر الجهود وتجسيد اللحمة الاجتماعية ومساعدة رجال الأمن في ضبط المخالفين والمنحرفين لتتم محاسبتهم وفق القانون. وأكد الاجتماع أن محافظة عدن تجاوزت التحدي الأكبر، وعلى الجميع الاتجاه نحو الهدف الاستراتيجي لعودة عدن إلى وضعها الطبيعي. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع نظيره السعودي عادل جبير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وتسهيل دخول اليمنيين إلى المملكة لغرض الزيارة والعمرة وقصد السفر من الطلاب والمرضى إلى الدول الشقيقة وصديقة. كما جرى بحث تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية. واستعرض وزير الخارجية المستجدات على الساحة اليمنية في ظل الانتصارات التي حققتها وتحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المواقع والجبهات القتالية بمختلف المدن والمحافظات. وثمن المخلافي الدور الإيجابي التي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال وقوفها الدعم لأمن واستقرار اليمن وإعادة الشرعية الدستورية إلى كافة المدن والمحافظات، وكذا المساعدات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني جراء عمليات الانقلاب التي نفذتها الميليشيا الحوثية وصالح، مما تسببت به من أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة. من جانبه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير جدد موقف المملكة الثابت تجاه اليمن ووقوفها إلى جانب أبناء الشعب اليمني حتى انتهاء عملية الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية. بحث سفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ السيناتور جو ماكين إمكانية إعادة برامج التنمية والمساعدات الاقتصادية والعسكرية والأمنية المقدمة من الحكومة الأمريكية لليمن. وتطرق اللقاء إلى أهمية المساندة الأمريكية لليمن في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي يعاني منها اليمن والذي قد يؤثر على أمن وسلامة المنطقة والعالم. وتطرق الدكتور بن مبارك إلى التدخلات الإيرانية وما يقوم به حزب الله اللبناني في اليمن والتي أضرت بالعملية السياسية وزعزعت أمن المنطقة، مشيرا إلى الأدلة المادية الثابتة لتلك التدخلات. كما أكد حرص الحكومة اليمنية على السلام وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. من جانبه أكد السيناتور الأمريكي مساندة حكومة بلاده للرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة اليمنية، مؤكدا على أهمية إعادة المساعدات التنموية والعسكرية والأمنية لليمن، ووعد بمساندة التحركات اليمنية الرامية إلى عودة المساعدات الأمريكية لليمن. تشهد مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد هذه الأثناء زحف بري من ثلاثة محاور للجيش والمقاومة لقطع إمدادات الحوثيين بمنطقة العقبة شمال الجوف. وقال الناطق الرسمي لمقاومة الجوف عبد الله الأشرف أن الجيش الوطني والمقاومة باغتوا ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بزحف بري من ثلاثة محاور بجبهة خبو الشعف لقطع إمدادات ميليشيا الحوثي وصالح انقلابية بعقبة الجوف. وأكد الأشرف أن جبهة خبو الشعف تشهد مواجهة عنيفة بين المقاومة والميليشيات المتمردة، مؤكدا تقدم الجيش والمقاومة بجبهة القتال ويقتربون من السيطرة على الطريق الدولي وقطع إمدادات الحوثيين بالعقبة بالجوف. شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم غارات عنيفة على تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في مديريتي مستبى وحيران بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وأفادت مصادر إعلامية أن الطيران العربي نفذ 6 غارات جوية على أطقم ومسلحين حاولوا التسلل إلى مديرية ميدي في منطقة زراعية بل من منطقة زراعية غرب منطقة حيران المجاورة. وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من ميليشيا الحوثي وصالح وتدمير طقمين عسكريين وجرح آخرين. وقالت مصادر
وقالت مصادر محلية أن طيران التحالف العربي قصف تعزيزات عسكرية بمديرية مستبة كانت متوجهة إلى جبهة حرض، والتي تدور فيها اشتباكات متواصلة بين الجيش الوطني والميليشيات المتمردة منذ أيام. وفي تعز شهدت مناطق جبهة الوزعية اشتباكات عنيفة مع المتمردين الحوثيين، وبحسب مصادر المقاومة فإن الجيش الوطني صد هجوما عنيفا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح المتمردة على مواقع المقاومة في مناطق المشوالة في الوزعية غرب تعز، وسط غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع المتمردين في مناطق مبتعة وحنة والاتياس والبحيت في مديرية الوزعية غرب تعز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات من الميليشيات المتمردة. في حين تمكنت المقاومة الشعبية في مناطق العنيين شمال شرق مديرية جبل حبشي في تعز من استعادة موقع مدرسة الزبيري، كما استهدفت مدفعية المقاومة المتمركزة في مناطق تعلو جبهة العنينين مواقع لميليشيات في مناطق وهر القريبة من خط إمداد الميليشيات في الجهة الغربية لمدينة تعز. تواصلت الاشتباكات المسلحة بين رجال المقاومة الشعبية وميليشيا صالح والحوثي المتمركزة بمديرية حزم العدين غرب مدينة إب. مصادر ميدانية أفادت بأن الاشتباكات المسلحة بين الميليشيا والمقاومة تجددت بعد هدوء لساعات من اشتباكات سابقة. المصادر أفادت بأن الاشتباكات كانت بعدد من المناطق، خصوصا في مناطق التماس مع المقاومة وفي منطقة طهرة العدن بني شبيب التابعة لمديرية حبيش. وتشهد مديرية حزم العدين مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا صالح والحوثي والقادمين من خارج المديرية والمحافظة منذ أغسطس من العام الماضي، وسقط في المواجهات عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات المتمردة. افتتح وكيل محافظة عدن لقطاع مشاريع وتنمية البنية التحتية المهندس غسان الزامكي ومعه مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيد اليوم مشروع بناء غرف لمضخات المياه في حقل بئر أحمد المائي في المديرية بكلفة إجمالية بلغت نحو 14,600,000 ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. واستمع الزامكي واليزيدي من القائم بأعمال رئيس المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس علي عسكر إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يتضمن بناء 10 غرف لمضخات المياه. وأوضح عسكر أنه تم ربط تلك المضخات بشبكة الكهرباء لضخ المياه إلى الخزانات التجميعية والممول من منظمة الإنقاذ الدولية، لافتا إلى أن عدد آبار حقل بئر أحمد يبلغ حوالي 44 بئرا، ويعمل حاليا 35 بل يعمل حاليا 35 بئرا. بعد ذلك تفقد الزامكي واليزيدي سير العمل في مشروع إدخال شبكة المياه إلى حي الفلاحين ومخطط الشباب في منطقة الحسوة، والذي تنفذه وتموله المؤسسة المحلية للمياه. وأشاد الزامكي واليزيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وموظفو مؤسسة المياه رغم الأوضاع المالية التي تمر بها المؤسسة، مناشدين الأهالي إلى سرعة تسديد الفواتير ومساندة جهود المؤسسة لضمان استمرارية تقديم خدمة المياه بشكل أفضل. حضر الافتتاح نائب مدير الحقول في المؤسسة المحلية للمياه بالمحافظة المهندس ماجد السقاف. حضر وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي حفل التكريم الذي أقيم في مدرسة الشهيد جعفر بمنطقة جودمور بمديرية التواهي بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول. وفي الحفل ألقت وكيلة المدرسة هناء عبد الغني كلمة ترحيبية أشارت فيها إلى ما تمثله رسالة العلم والتعليم من أهمية في بناء المجتمعات وتربية النشء على حب الخير وفضائل الأخلاق. هذا وقام وكيل المحافظة بتكريم عدد من المعلمين والمعلمات بالشهادات على أوائل الطلبة في امتحانات الفصل الأول. حضر الاحتفال عدد من أعضاء السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في مديرية التواهي. اختتمت في محافظة عدن الدورة التدريبية الخاصة بالتوعية من مخاطر الألغام والأجسام الغريبة والقذائف غير المنفجرة، والخاصة بالمتطوعين والمتطوعات من منظمات المجتمع المدني. وقد ألقى الأستاذ أيوب أبو بكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن كلمة أثنى فيها على الجهود التي يبذلها القائمون على هذه البرنامج
بل هذا البرنامج مشيرا إلى أهمية تكاتف الجميع في التوعية بخطر الألغام التي تحصد يوميا حياة الأبرياء، مثمنا الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني. فيما ألقى الدكتور علي صالح الشاعري المنسق العام للتوعية في عدن وأبين ولحج والضالع كلمة شدد فيها على الدور الفاعل للفرق المتدربة في عملية التوعية بخطر الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب والألغام التي لم تنفجر والتي تهدد المواطنين، مشيدا بما شاهده من التزام خلال الدورة التي استمرت 4 أيام. ويستهدف البرنامج تدريب متطوعين ومتطوعات من منظمات المجتمع المدني في محافظات عدن وأبين ولحج، حيث تلقى المتدربون على مدى 4 أيام أساليب وطرق توعية من مخاطر الألغام والأجسام الغريبة والقذائف غير المنفجرة على أيدي مختصين ومتدربين في هذا المجال. وفي الختام تم توزيع شهادة تكريمية للمشاركين والمشاركات الذين تلقوا التدريب على يد مختصين من سلاح المهندسين التي لهم خبرات طويلة في مجال التوعية بمخاطر الألغام. حضر الاختتام الأستاذ محمد ناصر مدير مكتب بل محمد ناشر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبين، والأخ حسن علي كتش مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج. طلب مدير فرع مؤسسة الكهرباء بعدن المهندس مجيب الشعب اليوم الحكومة الوقوف بجدية لمساعدة المؤسسة في معالجة وضع الكهرباء ومواجهة زيادة الطلب خلال الصيف القادم من خلال توفير الطاقة اللازمة لعدن وقطع الغيار بل قطع الغيار الضرورية. وأوضح في مؤتمر صحفي أن فرع المؤسسة ما زال يتواصل بشكل مستمر مع قيادة الدولة والهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ الوعود الخاصة بالمحطات الكهربائية، خاصة بعدما تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على توفير محطات كهرباء بقدرة 440 ميجا وتوفير الوقود لها خلال الفترة القادمة لمحافظات عدن ولحج أبين والضالع. ولفت شعبي إلى أن المؤسسات تحتاج خلال فترة الصيف القادم إلى 400 ميجا وات لتغطية المحافظات المجاورة التي كانت تتغذى من الشبكة الوطنية سابقا، وبين أن نسبة التوليد المتاح لدى المؤسسة يبلغ 135 ميجا، حيث من المقرر ارتفاعها إلى 106 ميجا في حالة توفير قطع الغيار التي تم الاتفاق على توفيرها مع الهلال الأحمر الإماراتي. ونشد المشتركين بسرعة تسديد مديوناتهم لمؤسسة الكهرباء من أجل تدارك المشكلة المتعلقة بتوفير الطاقات اللازمة والمستلزمات الخاصة بالمحطات التوليدية والمساهمة في دفع المستحقات اللازمة لموظفي وعمال المؤسسة. وبين أن المديونية بلغت أكثر من 23 مليار، منها أكثر من 7 مليار لدى الجهات الحكومية. تحت شعار المساواة بين الجنسين وحق المرأة في التعليم، اختتمت مؤسسة عناية التنموية الدورة بل مؤسسة عناية التنموية اختتمت الدورة التوعوية لأطفال الشوارع وكيفية احتوائهم في المجتمع والحفاظ على حقهم في التعليم وبناء مستقبلهم وحقهم في العيش الكريم في بيئة آمنة إن كان في المنزل أو المدرسة. وقدمت الأستاذة وداد رستم شرحا عن دور المؤسسة في تقييم الأطفال واحتياجاتهم من جانبهما. أكدتا المهندسة اختيار ياسين غانم ومنيا شبوطي عن الدعم للمؤسسة من أجل مستوى التعليم واستقطاب الأطفال من الشوارع لالتحاقهم بالمدارس وحقهم في تلقي العلم من أجل بناء وطن خال من الأمية وبناء اليمن الجديد. انتهت نشرة الأخبار لهذه الليلة. دمتم بخير، إلى اللقاء.